نبتدي نتكلم دلوقتي على الجزء الميكانيكال سيفتي. كجولز للميكانيكال سيفتي، احنا ممكن يحصل عندنا فيزيكال انجري عموما، او ممكن يحصل عندنا فيزيكال انجري ده بيحصل للبيشنت او يحصل للهيلث كير ستاف او يحصل للانجينير او يحصل لاي حد في المنطقه المحيطه بالجهاز الطبي او داخل المستشفى. وممكن يحصل عندنا فيزيكال دامج للجهاز نفسه. وطبعا الفيزيكال دامج ده ممكن يبقى له تاثير على البرفورمانس بتاع الجهاز، يعني الجهاز بعد ما يحصل له فيزيكال دامج ممكن طريقته في الشغل او الاوبريشن بتاعه او الفانكشن بتاعته ما تبقاش بالطريقه المظبوطه. في الحالتين الحقيقه ده بيعمل لنا مشكله، يعني حتى البرفورمانس لما يتغير ده ممكن بعد كده الطبيب يستعمل الجهاز دوت ويشخص بيه حاجه بطريقه خاطئه وده يسبب مشكله لمريض، وطبعا حاجه خطيره. فاحنا الجول بتاعنا في الميكانيكال سيفتي ان احنا تو افويد فيزيكال انجري عموما لاي شخص، وبنتكلم على تو افويد فيزيكال دامج اوف ميديكال ديفايسز ذات افكت بيرفورمانس. ممكن عندنا مشاكل كتيره الحقيقه تحصل، في عندنا سيتويشنز يعني لا حصر لها، ممكن الناس تدور على الانترنت تلاقي فيه يعني ستوريز كتيره الناس حصل لها مشاكل او اكسيدنتس حصلت في المستشفيات. يعني ممكن يحصل مثلا كراشنج، يعني مثلا جهاز ممكن يقع على مريض، او ممكن ان هو مثلا في حاجه تبقى وزنها تقيل مثلا، ممكن هي يعني تيجي بطريقه يعني خاطئه على طرف من اطراف المريض او وات ايفر فتسبب فيها مشكله. ممكن يحصل كاتنج يعني يحصل قطع، يحصل شيرنج يعني يحصل حاجه زي قص كده، يحصل ترابنج يعني شخص يجيت مثلا تراب مثلا زي شخص مثلا هنا بين مثلا اللي هي الريلز بتاعت السرير مثلا ولا حاجه. ممكن يحصل فولينج اكشوالي، ممكن المريض يبقى فيه مسافه بين الريل مثلا وبين الجزء اللي فيه الماترس فممكن يقع في النص بينهم. ممكن يحصل مثلا مشاكل في بانكشر، يعني ممكن يحصل تعوير يعني حد يتعور مثلا حاجه يصيب يعني يصاب بجرح مثلا. ممكن يبقى فيه فريكشن والفريكشن ده ممكن يعمل ابريجن يعني يعمل حاجه زي كحت كده في الجلد. ممكن يبقى فيه مثلا النويز اكشوري والفايبريشن بنعتبرها برضو تاثيرات ميكانيكال. ممكن الحقيقه درجه الحراره برضو نفس الكلام، لو حصل درجه حراره تكون عاليه شويه برضو نفس الكلام ممكن يحصل برضو منها مشاكل. لو في انستابيليتي مثلا في الجهاز نفس الكلام، انستابيليتي معناها ان ممكن الجهاز ده ويعني ممكن يفول، او ممكن مثلا الديفايس اللي عليها المريض مثلا كرسي متحرك او سترولر او وات ايفر ممكن المريض مثلا يبقى يفول داون مثلا منها لما يكون ما هياش ستيبل. ممكن يبقى في عندنا كارت محطوط عليها بعض الاجهزه يعني لو ما كانتش ستيبل برضه ممكن تقع والاجهزه نفسها يحصلها دامج. فكل الحاجات دي الحقيقه اي حاجه ميكانيكال ممكن تحصل داخل المستشفى، والحاجه الميكانيكال دي تبقى فيها تاثير ضار بالنسبه للاشخاص يبقى فيها فيزيكال انجري، او تاثير ضار بالنسبه للاجهزه يبقى فيها فيزيكال دامج، دي بتعمل لنا مشكله. مثلا في عندنا يعني على سبيل المثال ممكن يبقى فيه ترابيزه عمليات مثلا بالشكل ده كده، او ترابيزه اشعه بالشكل ده كده، ممكن يبقى فيها دوران او ممكن نغير الوضع بتاعها، وممكن وهي راجعه مثلا ممكن البيشنت يبقى حاطط ايده مثلا في مكان يتعرض ان هو يجيت كراشت مثلا على سبيل المثال. فطبعا ممكن يبقى حاجات بالشكل ده كده لازم ان احنا كمهندسين طبيين لازم نفكر فيها قبل ما تحصل ونحاول نتجنبها. اول حاجه في الميكانيكال هازردز نتكلم عليها هي الموفينج بارتس. الموفينج بارتس بيسيكلي هي يعني دايما يعني ممكن تبروديوس سيفتي هازارد، يعني الحقيقه لو هي ما هياش جاردد، يعني ما هياش لو في حاجه بتتحرك مثلا والحاجه دي لو حد حط صباعه فيها او حط مثلا دراعه فيها وات ايفر، او هو نفسه كان بين حاجتين بيتحركوا ممكن هم يضغطوا عليه ولا حاجه، لازم الحاجه دي تبقى جاردد. جاردد معناه لازم يبقى فيها حاجه تمنع ان الشخص ده يدخل في المكان ده، وبالتالي دي حاجه اساسيه لازم تكون موجوده. لو بنتكلم على الموفمنت اوف ذا ايكويبمنت نفسها، لو الموفمنت نفسها هي بتعمل انجري ممكن تكوز انجري تو ذا بيشنت، لازم ان احنا الموفمنت دي تحصل فقط لما يبقى في ضغط على زرار معين باي اوبريتور كونتينوس اوبريشن اوف ذا كنترول. يعني على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مثلا يعني اي ديفايس من الديفايسز اللي هي مثلا بتستعمل عشان القطع مثلا ولا حاجه، او عشان مثلا تعمل مثلا حاجه زي يعني انتوا عارفين مثلا في بعض العمليات الجراحيه بيستعملوا بعض الادوات اللي بيبقى فيها مثلا حاجه زي دريل مثلا ولا حاجه، فالدريل دي لو ثابت كده والشخص مش واخد باله ممكن هي تاذي الشخص نفسه، تاذي المريض او تاذي الشخص اللي واقف في المنطقه وات ايفر. فلازم الاوبريشن بتاع حاجه زي الدريل
لازم يبقى الشخص طول ما هو ضاغط على الزرار يبقى الدريل شغاله، لو شال ايده من على الزرار يبقى معنى كده يبقى هو يعني خلاص خلص اوبريشن، يبقى الدريل تتوقف كومبليتلي عشان ما تسببش اي خطر على الناس اللي موجودين في المنطقه بتاعه الاوبريشن. بنتكلم على اي ميكانيكال كنترول او الكتريكال كنترول، ميكانيكال موفمنت ماست هاف ان ايمرجنسي ستوب. لاي سبب من الاسباب حصل مشكله لازم يبقى عندنا قدره ان احنا نوقف الحاجه اللي بتتحرك بطريقه الكتريكال. يعني مثلا ممكن نتكلم على مثلا لو بنتكلم على التيبلز مثلا بتدخل جوه اجهزه الاشعه مثلا زي الام ار اي زي السي تي، الحاجات دي كلها دايما بيبقى فيها ايمرجنسي ستوب، والايمرجنسي ستوب دي تسمح لشخص خارج الجهاز او الشخص اللي جوه الجهاز نفسه ان هو يعني بيسك يقدر يتوقف ويقدر ان هو يعني لو في اي دامج ولا حاجه يلحق قبل ما يحصل فيرذر دامج. بالنسبه للترابينج زونز، المناطق اللي ممكن الشخص يعني يجيت ترابد فيها يعني يقدر يعني يدخل فيها او يقع فيها وما يقدرش ان هو يطلع او يسبب مشكله ان هو يقع فيها اصلا ان هو يحصل له فيزيكال انجري، الجابس اللي موجوده فيها عشان تعمل ترابينج لازم تبقى ديزاين حسب تيبل، في عندنا تيبل كده موجوده فيه الاكسبتبل جابس، هي المفروض تكون كامله لكل واحده من الابلكيشنز مختلفه. يعني لو بنتكلم على مثلا البادي نفسه اللي هو جسم الانسان نفسه بيبقى فيه مثلا ما تقلش عن الفتحه ما تقلش عن 500 مليمتر، يعني لازم تبقى اكبر من 500 مليمتر عشان ما يحصلش فيها ترابينج، ما يحصلش ان شخص يعني يدخل فيها ما يقدرش يطلع. الهيد بنتكلم على برضو لها دايمنشنز معينه، هي كل واحده من الاورجنز في تيبل موجود عندنا في الستاندرد هو 60 60 1 داش 1، في الحقيقه تيبل فيه كل واحده من البادي اورجنز، ومفروض ان احنا لو الحاجه دي احتمال انها جيت ترابد في الديفايس يعني المفروض نديزاين الجابس اللي موجوده بحيث انها تكون الدايمنشن بتاعتها كام. لو احنا مشينا على الجايد لاينز دي الحقيقه بنقلل جدا 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 فرص الترابينج. ترابينج معناها ان حد يدخل في منطقه موجوده في الجهاز وما يعرفش ان هو يخرج، فدي طبعا بتبقى مشكله كبيره. بالنسبه للسيرفيسز، بالنسبه للكورنرز، بالنسبه للادجز، دي طبعا بنتكلم على حاجات اساسيه جدا موجوده عندنا في اي جهاز، لازم يبقى فيه سيرفيس، لازم يبقى فيه كورنر، لازم يبقى فيه ادج. فالحقيقه لازم السيرفيس نفسها ما تبقاش رف، الكورنرز ما تبقاش شارب، الادجز لازم تكون يعني بيسكلي يعني اقل حاجه ممكنه بالنسبه ما تبقاش حاده، يعني بحيث ان لما الشخص جيت ان كونتاكت معاه ما يبقاش عنده اي مشكله. الرف سيرفيس طبعا ممكن تعمل فريكشن وده ممكن يعمل ابريجن. بنتكلم على شارب كورنرز ممكن ان هي طبعا بعض الاحيان ممكن ان هي تبقى يعني تعمل بانكشر او ممكن ان هي تعمل مثلا انجري عموما بالنسبه لشخص مثلا لو اصطدم بيها او وات ايفر، نفس الكلام بالنسبه للادجز. فبنحاول دايما الحاجات دي كلها تبقى فيري سموث وتبقى الحقيقه يعني الى حد ما يعني تبقى معموله بشكل كده بحيث ان هو لو جات ان كونتاكت مع الشخص نفسه او مع بيشنت مع الشخص اللي بيعمل على الجهاز على زائر او وات ايفر ما يبقاش فيها خطر عليه. واحده من الفيري امبورتنت ميكانيكال هازردز هي الاوفر بالانس. اوفر بالانس معناها ان هو يتيب اوفر، تيب اوفر معناها هو ينقلب، يعني بيسكلي يعني لو عندنا مثلا تيبل مثلا زي كده، تيبل دي محطوط عليها مجموعه من الاجهزه وممكن يبقى محطوط عليها مثلا في عندنا هنا يعني كيس بتاع سوائل مثلا عشان يتحط للمريض، وممكن يبقى محطوط مثلا عليها كمان هنا انفيوجن بامب وات ايفر، يعني محطوط عليها مجموعه من الاجهزه. لو التيبل دي مش متصممه بشكل سليم هيحصل ان احنا زي ما احنا حاطين حاجه عاليه قوي كده ممكن حركه بسيطه ممكن تخلي دي التيب اوفر تقع مثلا بكل الحاجات اللي موجوده عليها، ممكن تاثر على الاجهزه اللي موجوده، ممكن تاثر على مثلا السوائل اللي محطوطه للمريض، ممكن ان هي تسبب ان يبقى مثلا انفصال مثلا للخرطوم اللي هو جاي من هنا دوت اللي هو جاي بالفلويد دوت، فيحصل مشكله ان هو يعني بيسك الحاجه اللي انا بوصلها للبيشنت ممكن يبقى فيها هواء، ممكن يحصل مشاكل كتير. فنلاقي ان احنا الحقيقه الديزاين بتاع حاجه زي كده الحقيقه بيتعامل بحيث ان هو يمنع حاجه زي كده. يعني مثلا في الديزاين بتاع التيبل دي محطوط هنا مثلا الويل ديت اكبر شويه من الويل دي، يعني بحيث ان احنا لما نيجي نحاول نتيبت اوفر دي بتعمل لنا شويه بالانس، يعني بتعمل بالانس غير لما تكون الاثنين نفس السايز. اوكي، دي بنسميها كاسترز باي ذا واي، يعني الحاجات اللي هي العجل الكبير اللي موجود عندنا في الاجهزه الطبيه بنسميه كاسترز غير الويلز اللي هي الصغيره العاديه. ففي عندنا مجموعه من البريكوشنز او مجموعه من الجايد لاينز موجوده في الستاندرد بتقول لنا ان احنا يعني ايه اللي ممكن ان احنا نعمله علشان نحاول نقلل البوسيبيليتي بتاع الاوفر بالانس. فعلى سبيل المثال في الترانسبورت
عادة لما نيجي ننقل مثلا جهاز بنحطه على حاجة ممكن تبقى يعني عبارة عن بلين كده inclined at an angle. اوكي، فأثناء النقل دوت لو حصل ان الجهاز نفسه مجرد بس ان احنا عملنا له يعني حطيناه على بلين inclined بس بانجل صغيرة حصل له اوفر بالانس، بتبقى حاجة خطيرة جدا. فبيسكلي الستاندرد بيقول لنا ان كل الأجهزة الكبيرة اللي بتتنقل عن طريق ان احنا نحطها على بلين بيبقى انكلايند ات ان انجل، لازم ان احنا يعني تقدر تتحمل 10 ديجريز انكلاينيشن انجل من غير ما يحصل لها تيب اوفر. يعني معنى كده لو في عندنا جهاز مثلا محطوط مثلا على جهاز مثلا زي مثلا اكس راي جنريتور مثلا فرضا، المفروض ان احنا نعمل له تيبنج اوفر او نعمل له مثلا انكلينيشن بانجل 10 ديجريز. لو حصل ان هو عمل تيب اوفر او حصل ان هو انقلب يعني، يبقى معنى كده الجهاز ده ما حققش المواصفه دي. بنتكلم على الاجهزه العاديه، اي جهاز بقى عادي المفروض ان هو برده ما يحصلوش اوفر بالانس ات ان انجل اوف 5 ديجريز. يعني في الحالات العاديه ان هو موجود في مكانه مثلا ومجرد بس شخص كده خبطه خبطه بسيطه مثلا، اتحرك حركه بسيطه كده يعني. يعني المفروض الستاندرد ان هو ات ان انجل اوف 5 ديجريز ما يبقاش فيه مشكله ان هو يحصل له تيب اوفر. لو بنتكلم على الهوريزونتال والفيرتيكال فورسز يعني المفروض برضو نفس الكلام، المفروض ان انا لو في عندي جهاز يعني ممكن يبقى فيه خطوره ان يحصل له اوفر بالانس، المفروض ان الفيرتيكال والهوريزونتال فورسز وتحية تبقى موجوده لكل سايز من الاجهزه، بيبقى فيه عندنا ستاندرد للفورسز اللي احنا بنتكلم عليها. لما بنعملها بوشنج او لما حد مثلا بيلين اوفر يعني اكنه بيتكئ عليها او وات ايفر، المفروض ان هي ما يحصلهاش اوفر بالانس. فالمفروض انها تبقى متصممه بحيث ان هي تبقى القاعده بتاعتها تبقى يعني ستيبل كفايه بحيث ان هي تتحمل الحاجات البسيطه اللي زي كده. لو بنتكلم برضو على الكاسترز والويلز، كاسترز اللي هي العجل الكبير ده، الويلز هي العجل الصغير الاصغر ده. الحقيقه بنتكلم على ان يعني الكاسترز والويلز shall not result in risk when the mobile device is moved or parked. يعني ما ينفعش مثلا يحصل ان في حركه معينه كده يكون مثلا الانجل بتاعت العجل او الكاسترز او وات ايفر تبقى عند حد معين كده نلاقي ان حصل تيب اوفر. ما ينفعش، لازم تبقى محطوطه بشكل ان يمنع تماما في اي وضع الاوضاع الويلز او الكاسترز ان يحصل تيب اوفر باي حال من الاحوال. لما يكون بنموف ات ما يحصلش ابدا ان يحصل ان في وضع معين للحاجات دي ان هو يعني الجهاز نفسه يحصل له اوفر بالانس. برضو واحدة من الحاجات المهمة الحقيقة، الأجهزة اللي above 45 كيلو جرامز في الوزن لازم تبقى عندها القدرة إنها نقدر نحركها over a threshold. threshold معناها عتبة، يعني عندنا مثلا حاجة بارتفاع 2 سنتي يعني 20 مليمتر. أوكي، لازم الجهاز ده يقدر يعدي العتبة دي ما يبقاش عنده مشكلة فيها، وبعد ما يعديها ما يبقاش في أي خطورة على أو أي performance damage أو أي performance يعني deterioration أو أي physical damage يحصل للجهاز. الحقيقه برضو الاكوستيك انرجي او النويز او الحاجات اللي هي بتبقى عموما زي النويز او الفايبريشنز او الحاجات اللي زي كده، الحقيقه برضو عليها ليميتيشنز، بيبقى في ليميتيشن على الساوند بريشر ليفل وعلى الكوميوليتيف برضو ليفل بتاع الاكوستيك انرجي. يعني بتكلم مثلا على لو في عندي ديفايس زي فنتيليتور، الفنتيليتور ده بيعمل نويز طول الوقت لان هو راكب على البيشنت، مش مثلا جهاز بيتركب مثلا شويه ويتشال، لا ده راكب طول الوقت، فبيبقى فيه ليميتيشن على الكوميوليتيف انرجي بتاعت الاكوستيك انرجي اللي هي بتبقى يعني طالعه من الجهاز، عشان برضو تبقى الصحه بتاعت المريض ما تتاثرش بالنويز اللي موجوده دي. بيتكلم عن ساوند بريشر ليفل يعني الصوت ما يعلاش عن حد معين. طبعا احنا بنتكلم عن الحاجات دي طبعا اكسبت الالارمز، يعني الالارمز دي حاجه خاصه، يعني الالارمز بتحصل في وقت بيبقى فيه خطوره على حياه المريض، بيبقى عايزين نعمل يعني صوت يوصل ال الكونديشن دوت لناس ممكن تبقى على مسافه بعيده. فالحقيقه ده اكسبشن، بس بنتكلم عن نورمال اوبريشن بيبقى عليه ليميتيشن بالنسبه للاكوستيك انرجي. نفس الكلام بالنسبه للهاند ترانسميتد فايبريشنز، بنتكلم على ان يعني لو فرضا مثلا في جهاز بيشتغل مثلا زي جهاز مثلا الالترا ساوند، مثلا الالترا ساوند ده بيبقى شخص ماسك البروف في ايديه، وبيسكلي بنتكلم على ان هو يعني الهدف الاساسي من الجهاز ان هو يعني يصور بالالترا ساوند. لو فرضا الجهاز ده بيعمل فايبريشنز، فرضا يعني لو هو ميكانيكال ترانسديوسر بيعمل فايبريشنز، بيبقى في ليميت برضو على الفايبريشنز اللي بتبقى هاند ترانسميتد ديت، عشان برضو بتاثر على يعني بتاثر على صحه الشخص اللي بيستعمل الجهاز ده.
طبعا احنا بنتكلم على ان الجهاز نفسه لو هو الانتندد يوز بتاعه ان هو يعمل فايبريشنز، يعني فرضا بيعمل حاجه مثلا زي المساج مثلا ولا حاجه، وفي مثلا تكنيشن بيستعمله في علاج طبيعي مثلا، ده ما ده علاجه يعني، هو ده الانتندد يوز بتاعه، فما بقاش فيه مشكله. اوكي، فبنتكلم على الحاجه اللي هي نورمال اوبريشن، وما فيهوش اصلا في الانتندد يوز بتاع الجهاز ما فيهوش اصلا ان هو يخرج فايبريشنز، المفروض ان هو ما يعملش الفايبريشنز دي علشان ما تاثرش على صحه المريض، صحه الشخص اللي بيستعمل الجهاز. بنتكلم برضو على البريشرز. بريشرز ممكن يبقى في عندنا في الجهاز الطبي، ممكن يبقى في نيوماتيك بريشرز عاليه، ممكن يبقى في هيدروليك بريشرز عاليه. على سبيل المثال لما نتكلم على الفنتيليتور او الانستيزيا ماشين او الحاجات دي كلها، بيبقى في عندنا الاكسجين اللي داخل ليهم بيبقى جاي لنا من السنترال سبلاي بتاع السنترال جاسز بتاعت المستشفى، او جاي لنا من السلندر بتاعت الاكسجين. البريشر فيهم الحقيقه بيبقى مالتيبل بارز، يعني ممكن يبقى 4 بار مثلا، يعني 4 اضعاف الضغط الجوي. لو احنا دخلنا البريشر ده مباشره على المريض بيحصل له حاجه اسمها باروتروما. باروتروما بارومتريك تروما، يعني بارومتريك بيبقى هي لها علاقه بالضغط، تروما معناها اذى. بيبقى في خطوره على ان الرئه بتاعه المريض دوت بيبقى الالفيولاي بتاعتها ممكن هي يحصل لها دامج من البريشر العالي دوت. فالحقيقه لازم يكون في عندنا ديفايسز تعمل كنترول للبريشر وتعمل له ريجيليشن، ويبقى في عندنا حاجه اسمها بريشر ريليف ديفايسز. بريشر ريليف معناها ان في حاجه لو الكنترولر ما اشتغلش بشكل سليم والبريشر فضل عالي، تقدر تريليس او تقدر يعني تطلع البريشر العالي ده، او تطلع اللي هو الهواء او الاكسجين اللي بضغط زياده ده تخرجه من خلالها. وده الحقيقه بيبقى حاجه كومنلي يوزد في الاجهزه الطبيه. واحده من الحاجات المهمه جدا في تصميم الميكانيكال يعني انكلوجرز او الميكانيكال ديفايسز اللي بتستعمل في التطبيقات الطبيه، هي ان لازم يبقى بيسكلي لازم تبقى مصنوعه بسترينث عالي جدا جدا. بنتكلم على ان الديزاين عامه لازم يبقى فيه سيفتي فاكتورز علشان ما يحصلش يعني بيسك، لو هي بتسبورت المريض نفسه او بتسبورت اجزاء من المريض ليمب مثلا ولا حاجه، ما يحصلش منها اي مشكله. يعني بنتكلم مثلا على لو بنستعمل كرسي مثلا عشان ننقل بيه مثلا المريض عن طريق ان احنا ننزله على سلالم بالشكل ده كده، لو حصل فيلير للميكانيكال ديزاين بتاع الكرسي دوت، المريض ده هيقع بطريقه الحقيقه ممكن تكون بايخه جدا، ممكن تاذيه بشكل كبير. فالحقيقه لازم يبقى التصميم بتاعها بيبقى فيه سيفتي فاكتور، واخد في اعتباره ان ممكن وزن المريض مش مثلا 70 كيلو، ممكن يبقى عامل فاكتور اوف سيفتي مثلا 4، يبقى عامل حسابه ان المريض لو 280 كيلو ما يبقاش فيه مشكله. فبالتالي لما يكون في مريض بالحجم الطبيعي الحجم العادي ما بيبقاش فيه مشكله بالنسبه للديفايس دي، عمرها ما هيحصل لها فيلير. نفس الكلام بالنسبه للكين، كين اللي هي العصا اللي الناس بتمسكها برضو علشان تساعدها ان هي تمشي بشكل يعني يخفف شويه الضغط اللي على اللمس. فبالتالي بنتكلم على يعني برضو نفس الكلام، بيبقى السيفتي فاكتور بتاعها لازم يكون عالي جدا. الهاندلز بتاعت البورتبل ايكويبمنت المفروض ان هي تبقى قويه كفايه عشان ما يحصلهاش ان هي تتكسر مثلا ويحصل ان الجهاز يقع ويحصل له دامج. اتفقنا ان واحده من الحاجات اللي احنا بنحاول نمنعها هي الدامج للاجهزه نفسها. فالحقيقه الهاندلز بتاعت البورتبل ايكويبمنت بتبقى تيستد بفورس 4 اضعاف الوزن بتاعها، يعني لو الجهاز وزنه 5 كيلو بنتست الهاندلز بتاعت الجهاز بوزن 20 كيلو، 4 اضعاف الوزن الاصلي بتاع الجهاز، عشان اتاكد ان هي فعلا متينه جدا وما يحصلهاش اي بريكنج. لما نتكلم عن هاند هيلد بارتس من الجهاز، لو في اجزاء ممكن ان احنا نشيلها يعني تبقى ممكن تتمسك في الايد، يعني لازم ان هي تباس دروب تيست فروم هايت اوف 1 متر، يعني يحصلها انها تقع من دروب 1 متر وما يحصلهاش دامج. لو بتكلم على بورتبل ايكويبمنت بتكلم ان هي ماست باس دروب تيست فروم هايت اوف 5 سنتيمتر. بورتبل دي بتكلم مثلا على جهاز الترا ساوند مثلا، لازم يعني لو وقعته من ارتفاع 5 سم ما يحصلوش اي دامج، يعني بمعنى ان هو بعد ما وقعه يكون شكله سليم، ما يحصلش فيه يعني دامج اللي يحصل ما يبقاش سيجنيفيكانت، ولازم يشتغل كاوبريشن بشكل فيري افكتيف اكنه ما وقعش قبل كده. الموبايل ايكويبمنت اللي هي بتبقى بتتحرك بعجل او بتتحرك بكاسترز، اللي هي بتتحرك بقدر انقلها من مكان لمكان، لازم تباس حاجه اسمها ستيب تيست. ستيب تيست بيبقى حاجه شبه الستيب تيست اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت، ان احنا بيسك يبقى في عندنا ستيب مثلا بارتفاع معين لازم الجهاز ده يقدر يعديها من غير ما يحصل له اي دامج خالص.
واحده من ميكانيكال هازردز اللي ممكن يعني نتكلم عليها برضو الحقيقه هي تمبتشر، يعني كلها حاجات تعتبر ميكانيكال ريليتد، يعني على الاقل تمبتشر لازم بيكون في ليميتس لكل ميديكال ديفايسز على التمبرتشر اللي هي بتبقى يعني بتعملها جنريشن وممكن يتعرض ليها المريض او اي حد حوالين الجهاز. فاحنا بنتكلم الحقيقه على يعني ممكن نتكلم على حاجتين الحقيقه. بنتكلم على الاجزاء اللي هي likely to be touched، يعني اجزاء الجهاز اللي هي ممكن حد ان هو يلمسها والجهاز ده شغال. اوكي؟ بيبقى في عندنا عند حسب وقت اللي هو ممكن الشخص يعني احنا يعني likely ان احنا نتاتش ات فور ا سكند اور 10 سكندز اور 1 مينيت اور اكتر من كده، كل واحده من دول الحقيقه لها temperature ليميت المفروض ما تزيدش عنه. وبنتكلم على حسب نوع الماتيريال نفسها، يعني لو بنتكلم على الميتالز اند ليكويدز مختلفه عن الجلاس والبورسلين الحاجات دي كلها، بنتكلم على المولدد بارتس اللي هي بلاستيكس بتبقى مختلفه. كل واحده فيهم لها ماكسيمم temperature المفروض ما تزيدش عنها. دي بمنتهى البساطه احنا بنشغل الجهاز ونخليه خلاص بقى في السيدي ستيت ونقيس درجات الحراره في الاماكن المختلفه ونقارنها بالتيبل دوت عشان نتاكد ان الجهاز ده بيفولو الايه؟ بيفولو درجات الحراره المظبوطه. يعني يبقى دايما اقل منها. بالنسبه بقى للابلاي بارتس، يعني جهاز مثلا يعني فرضا جهاز الالترا ساوند، جهاز الالترا ساوند بيبقى فيه بروب، البروب دوت بيتحط على المريض. فده يعتبر ابلاي بارت. فده برضو نفس الكلام، يعني ده بنتكلم على ان هو درجات الحراره فيه بقى بتبقى المفروض تكون كام علشان برضو ما تاذيش المريض. فبنتكلم برضو على تختلف برضو حسب نوع الماتيريال نفسها بتاعت الابلايد بارت وحسب برضو الوقت اللي احنا هنحط فيه الايه البارت دوت. يعني طبعا هنا ما بنتكلمش على 1 سكند لان عمر ما نعمل سكان مثلا الترا ساوند يبقى 1 سكند، فبنتكلم على من 1 مينيت. بنتكلم على درجات حراره زي ما انتم شايفين كده بتبقى اقل شويه علشان دي بنتكلم على ان المريض ممكن يتعرض ليها لوقت اطول شويه. وطبعا بنتكلم على درجات حراره زي ما انتم شايفين كده كلها اقل من اي حاجه تعمل لنا دامج بالنسبه للمريض. باي ذا واي احنا بنتكلم على بالنسبه للسكين مثلا او بالنسبه عامه للانسجه اللي هي الحيويه، درجات الحراره اللي هي اقل من يعني اقل من 40 درجه او اقل من 42 درجه 43 درجه بيبقى ما فيهاش اي irreversible damage. لما بنعلى فوق مثلا 48 درجه يعني بنعلى اكتر من كده شويه لوقت طويل ممكن الحقيقه تعمل يعني irreversible damage. يعني احنا بالنسبه للالكترو سيرجري اللي هو الاستعمال مثلا بتاع الكهرباء في ان احنا نعمل قطع مثلا بدل المشرط في العمليات الجراحيه، الحقيقه الايفكت بتاعها الاساسي ان هي بترفع درجه الحراره درجات عاليه جدا بتعمل يعني بيسك تعمل القطع اللي احنا عايزينه بشكل يعني يعني عن طريق الحراره. فاحنا بنتكلم عامه على درجات الحراره لما تكون اقل من 50 درجه، يعني في الرينج بتاع ال 50 درجه الحقيقه ما بيبقاش فيها مشكله. لو بنتكلم على درجة الوقت قليل جدا مثلا 1 سكند دي ما بيبقاش فيها مشكله برضو نتيجه ان احنا برضو يعني الوقت عشان الحراره تنتقل فيه بتاخد وقت، فاقل من 1 سكند ما بيبقاش فيه فرصه ان يحصل دامج. فكل درجات الحراره دي بتاكد لنا ان الجهاز ما يبقاش ليه اي افكتس على المريض باي حال من الاحوال، يعني ما يبقاش فيه اي ريفرسبل افكت بعد ما نستعمل الجهاز على المريض او الشخص اللي هو حوالين الجهاز او بيستعمل الجهاز يتاتش اي جزء فيه، يعني برضه ما يبقاش فيه اي مشكله بالنسبه.